ربما يكون السبب هو سوق العمل أو حاجة سوق العمل. يعني في الكليات الطبية وبعض الكليات هناك حاجة شديدة إلى العمل لا نراها في بعض الكليات الأخرى. طبعا وزارة التعليم العالي بهذا المجال قامت بالتنسيق مع اتحاد الطلبة بحيث يتقدم عندما يتقدم الطالب إلى المفاضلة يقوم زملائه من اتحاد الطلبة بتوعيته باتجاه الكليات التي تبني المجتمع، وكان دور اتحاد الطلبة في هذا المجال جيد جداً.